أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني وأحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذه محاضرة بسيطة إن شاء الله رب العالمين باللغة العربية، لبناء على طلب الإخوة الأحبة الأفاضل، أخونا عدنان، أخونا هشام، وأخونا هشام بعد سؤالين الحقيقة، مش سؤال واحد، بعد سؤالين الحين، حتى بعد سؤال تاني بيقول في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كلمة عليه. هذه محاضرة بعنوان السنة النبوية الشريفة بين التكليف والتخفيف. التكليف بمعنى الفرضية، والتخفيف بمعنى الترك، لأنه السنة النبوية من المعروف أنه من يفعلها فإنه يؤجر عليها، ومن يتركها فلا يأثم. فأين نحن من ذلك؟ نبدأ إخواني وأحبتي في الله بما قاله الله سبحانه وتعالى عز من قائل في الكتاب الكريم. قال الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم الآية التي تليها مباشرة، قل أطيعوا الله والرسول. سورة المائدة، سورة النساء، سبحان الله العظيم. قل أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن طاعة الله رب العزة، طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رب العزة سبحانه وتعالى يسرد في القرآن الكريم أيضا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله نفسه، في ذاته، في الشخصية الفريدة المتفردة المتميزة، شخصية القائد العظيم الذي كان لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول رب العزة عز وجل عن رسوله الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، لنا، للإنس، للجن، للناس كافة، سبحان الله العظيم، رحمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أين نحن من السنة النبوية، وهل يجب اتباعها أو لا يجب اتباعها؟ في تعريف سريع إن شاء الله رب العالمين، وسوف إن شاء الله رب العالمين بعد صلاة العشاء سوف يكون ترجمة لهذا الموضوع إن شاء الله بعد صلاة العشاء. في تعريف للسنة النبوية الشريفة، ما هي السنة النبوية؟ السنة هي كل قول قاله صلى الله عليه وسلم، كل قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، أو تقرير، تقرير بمعنى اثنين من الصحابة فعلوا شيء معين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أو خارجه، ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك تحريم لهذا الفعل أو هذا العمل الذي قام به الصحابة أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التقرير، التقرير بمعنى أنه ليس هناك مانع من فعل هذا الشيء. إذن السنة النبوية هي القول من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفعل، أو التقرير. إخواني وأحبتي في الله، دعوني أسألكم هذا السؤال، هل نعرف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ من هي زوجته؟ ما اسم زوجته؟ كم عدد أبنائه؟ كم عدد أبناء سيدنا يحيى؟ كم عدد أبناء سيدنا سبحان الله العظيم سيدنا زكريا غير يحيى؟ كم عدد أبناء؟ نحن لا نعرف، لا نعرف هؤلاء سبحان الله العظيم، لكن نعرف كل شيء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ أولا بالصلاة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطبيق فعلي، تطبيق فعلي للقرآن. رب العزة عز وجل حين يأمره بالصلاة هو أول من يصلي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أول من يصلي، ثم يصلي صلاة القيام في الليل حتى تتورم قدماه عليه أفضل الصلاة والسلام بأبيه وأمي يا رسول الله. إذن رسول الله هو كان تطبيق كامل، نموذج فعلي أمامنا سبحان الله العظيم. فماذا عن واجبات الصلاة، أو حركات الصلاة، أو تأدية الصلاة؟
طبعا علمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رب العزة عز وجل قال لنا في آيات كريمات عن كيف نتوضأ، كيف نطهر أنفسنا. ورب العزة قال: وأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك قال عن الصلاة: وأقيموا الصلاة. تمام؟ ولكن رب العزة عز وجل لم يقل مثلا إن صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر أربعة، صلاة العصر أربعة، صلاة المغرب ثلاثة، صلاة العشاء أربعة. لا يمكن أن أصلي مثلا صلاة الفجر خمس ركعات، هذا لا يجوز، لا يمكن. لماذا؟ لأنه محدد، شيء محدد. إذن الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا كيف نصلي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، إذن هذه بالنسبة للحركات وماهية الصلاة. فماذا عن داخل الصلاة نفسها؟ في كل ركعة نقرأ الفاتحة، ثم الركوع، ثم السجود، ثم التشهد الأول الأوسط، ثم التشهد الأخير. لم كيف لنا أن نعرف كل ذلك بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لنا أن نعرف القرآن أساسا بدون صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ كيف لنا أن نعرف أركان الحج؟ كيف لنا أن نعرف صلاة العيدين؟ كيف لنا أن نعرف كل هذه الصلوات، ثم السنن، ثم صلاة القيام، صلاة التهجد، ركعتي قبل الفجر، كل هذه الصلوات كيف لنا، كيف يتسنى لنا أن نعرفها بدون معرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طبقها تطبيقا فعليا؟ هذا بالإضافة إلى أننا نعرف كل شيء عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان ينام؟ كيف يذهب إلى النوم؟ ينام على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول قبل النوم؟ ماذا يقول حينما يستيقظ؟ ماذا يقول حتى حينما يدخل الخلاء؟ يعني أعزكم الله سبحانه وتعالى، حتى حينما يخرج إلى الخلاء ماذا يقول؟ بعد أن ينتهي ماذا يقول؟ حين سبحان الله العظيم، حين يخرج من البيت ماذا يقول؟ كيف يسبح الله سبحانه وتعالى؟ كيف يستغفر الله؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة، القائد العظيم، كيف يستغفر رب العزة سبحانه وتعالى 70 مرة؟ كيف يخدم نفسه؟ سبحان الله العظيم، مع أن كل من حوله من الصحابة يتمنون خدمته عليه الصلاة والسلام، كيف أنه كان يخدم نفسه، يراعي شؤونه بنفسه، كيف أنه كان يكنس داره البيت، الله أكبر. كيف أوصانا بالنساء خيرا؟ كيف لقد كان لكم في رسول الله، في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيه هو ذاته تطبيق فعلي جميل للقرآن الكريم وللشريعة الإسلامية عليها أفضل الصلاة والسلام. إذن إخواني وأحبتي في الله، القرآن الكريم ليس ناقصا، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تطبيق عملي أمامنا في كل أحوال الشريعة الإسلامية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخواني وأحبتي في الله، إذا تطبيق السنة النبوية هو واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم. أما الآن بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد النبوي يجب أخوة حبيبي، إذا احتفلت بالمولد النبوي الشريف، لأن قال لي أخونا هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالمولد النبوي الشريف ولا أحد من الصحابة بعده، فإذا احتفلت أخي وحبيبي فأنت تحتفل بمن؟ أنت تحتفل بمن جعله الله رحمة لنا. احتفالك بالمولد النبوي الشريف يكون كل يوم، كل يوم بتطبيق السنة العملية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا فعليا عمليا. ده بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. إذا لم ترد أن تحتفل، على الأقل لا تكفر ولا تقول هذا كافر، وهذا يحل ما لم يحله الله، وهذا حرام، وهذا. فأرجو يعني إذا احتفلت أهلا وسهلا، إذا لم تحتفل فسبحان الله العظيم. في كل يوم، أنا من رأيي أنا الشخصي، أن احنا في كل يوم يجب أن نحتفل بقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي حينما تطبق السنة تشعر أن رسول الله قاعد ما بينك، قاعد كأنك قاعد في وسطنا، كأنه بيننا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا رسول الله. نعم، الأذان بعد 3 دقائق، حاضر. فجزاكم الله خيرا، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله مرة أخرى ترجمة في الإنجليزي بعد صلاة العشاء إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل إن شاء الله لكلية الأكاديمي الأئمة لسيدنا وإمامنا ومولانا الشيخ ياسر أبو شبانة، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، من جامعة الأزهر، هذه الجامعة الجليلة وصرح الأزهر الجميل الذي خرج الآلاف المؤلفة من العلماء لهذه الدنيا. وجزا الله خيرا سيدنا وإمامنا ومولانا الدكتور أحمد أبو سيف وجميع القائمين والعاملين على هذه الأكاديمية الأئمة في أمريكا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.